الشياطين موجودين حوالينا في كل مكان، بيقدروا يشوفونا ويسمعونا لكن احنا ما نقدرش، وبالرغم من ان احنا ما بنشوفهمش إلا انهم ساعات بيتفاعلوا مع بعض البشر من خلال شوية علامات، زي مثلا تلاقي حاجة اتحركت لوحدها من مكانها، باب اتهبت جامد بدون مصدر هوا واحنا ما بناخدش بالنا ونكذب نفسنا، بس ساعات التفاعل ده بيوصل لدرجة الأذى الواضح واللي ما ينفعش تتجاهله، كأنه بيقولك أنا موجود. حكايتنا النهاردة مش خيالية، الحكاية حقيقية من أولها لآخرها، حصلت في أربعينيات القرن اللي فات عن ولد صغير حصل له مس شيطاني، وناس كتير اتأذت من ورا المس ده والولد عانى كتير جدا. تعالوا نعرف حكايتنا، بس قبل ما نبدأ لو انت مش مشترك في القناة انزل اشترك بسرعة وفعل الجرس عشان توصلك حكايتنا الجديدة أول بأول. حكايتنا النهاردة عن ولد عنده 14 سنة، اتولد سنة 1935، معروف باسم روبي، من عيلة ألمانية وكانوا عايشين في ماريلاند في أمريكا. كان هو الطفل الوحيد في العيلة وكان عايش في بيت كبير مع والده ووالدته وعمته واللي كان اسمها هاريت. عمة الطفل كانت بتؤمن بوجود أرواح البشر بعد الموت وإنها بتفضل موجودة وكمان بتتطور، ودايماً كانت تقول إن الأموات بيقدروا يتواصلوا مع البشر، وكان دايماً الكلام ده بتردده لعيلتها. ومش بس كده، دي كانت بتشتغل وسيطة روحانية في جلسات طرد الأرواح والشياطين، وبما إن روبي الطفل الوحيد في البيت فكانت هي اللي بتلعب معاه دايماً، وكانوا بيقضوا أوقات كتير مع بعض. وفي مرة جابت له هدية، لوحة ويجا عليها شوية أرقام ورموز غريبة، وعلمته إزاي يلعب بيها وإزاي يقدر يتواصل مع الأرواح في العالم الآخر. والولد مش اتعلمها بس، بأتقنها كمان وحب اللعبة جدا لدرجة الهوس، وبقى بيلعب بيها طول الوقت تقريبا. ومرت السنين على الحال ده لحد ما العمة هاريت اتوفت سنة 1949، وبقى عايش في البيت هو ومامته وبابا بس، وكان الطفل حزين جدا عليها لأنه كان متعلق بيها جداً ولأنها كانت مقربة لي، فحاول باستخدام اللوح ده أنه يتواصل مع روحها زي ما هي علمته. وبعد أيام بسيطة العيلة بدأت تسمع أصوات حركات وخربشة في الأرضيات، بس العيلة الأول افتكروا أن ده نوع من أنواع القوارض هو اللي بيعمل كده. وعدى كام يوم كمان وبدأوا يسمعوا أصوات خطوات بتمشي على الأرضية الخشب كأن في حد موجود بس هما مش شايفينه، وبدأوا يسمعوا أصوات غريبة جاية من كل مكان في البيت. والأكبر من كده إنهم بدأوا يلاقوا العفش بتاع البيت بيتحرك لوحده، زي إنهم يلاقوا الكرسي بيتحرك من أول الأوضة لآخرها كأن حد بيشده وبيبقى مفيش حد. العيلة كانوا مفكرين اللي بيعمل كده العمة هاريت، نظراً للي كانت دايماً بتكرره وتقوله إن أرواح الأموات بتقدر تتواصل مع البشر، فحاولوا يتواصلوا معاها ويكلموها، لكن الوضع ساء أكتر لما بدأوا يلاقوا آثار خدوش على الحيطان وعلامات كأنها مخالب حيوان، وبقوا يلاقوا المزهريات تترفع وتتحدف على الأرض. وفي أوض النوم خصوصاً بتاعت الطفل بقوا يلاقوا خدوش على السرير وعلى المرتبة، لدرجة إن المرتبة اتقطع أماكن منها، واللي زاد إنهم بقوا يلاقوا الخدوش دي على جسم الطفل وكلمات مبهمة مكتوبة محدش فاهم معناها. وكمان سلوك الطفل اتغير تماماً، بقى عنيف وبيتعصب من أقل حاجة، ومن هنا بدأوا يفكروا إنهم ما ينفعش يسكتوا أكتر من كده لأن الموضوع بقى بيتطور بشكل مرعب وسريع، وقرروا إنهم يكلموا الكنيسة عندهم عشان يساعدوهم، واستعانوا بكاهن كنيستهم الأب لوثر شولتز، وبالفعل قرر يساعدهم. أخذ الطفل وقضى ليلة كاملة معاه في بيته، وهناك الطفل بقى كل ما يشوف أي رمز ديني يتعصب وينفر بطريقة غريبة جدا، والسرير اللي كان نايم عليه الطفل بقى بيتهز جامد، ومرة واحدة كرسي كان محطوط في جنب الأوضة اترفع وبقى عمال يلف في دواير دواير فوق السرير. الأب لوثر طلب منهم إنهم لازم يستعينوا بكاهن كمان اسمه إدوارد هيوز، وبالفعل استعينوا بيه وقرروا إنهم يعملوا جلسة طرد أرواح وكتفوا الولد في السرير. وخلال الجلسة الجو في الأوضة بقى ساقع جدا والسرير بتاع الولد بقى بيتهز جامد، والكراسي اللي في الأوضة بقت بتطير من مكانها تخبط في الحيطان وتقع، والولد بقى عمال يقول كلام مش مفهوم تماما وصوته غريب مش صوت طفل أبدا، وكل ما يقربوا المية المقدسة أو الصليب منه بينفر جدا ويتعصب أكتر.
لحد ما فك إيده من القيود وكسر حتة من السرير وحدفها بكل قوة جات في إيد الكاهن فتحتها، لدرجة إنه بعد الجلسة احتاج 100 غرزة عشان يقدر يخيط إيده. طبعاً بعد اللي حصل ده كله اضطروا يوقفوا الجلسة، وبقوا كل العيلة والقساوسة مستغربين جداً من القوة اللي في طفل عنده 14 سنة بس، وبقوا متأكدين إن في قوة خفية هي اللي بتحرك الطفل بالشكل ده. والأسرة قرروا إنهم يسيبوا البيت ويسافروا لعل وعسى الأرواح الشريرة دي تسيبهم في حالهم، وبالفعل سافروا البلد اسمها سانت لويس. بس ما عداش كام يوم من نقلهم وكل الحاجات اللي كانت بتحصل في البيت القديم رجعت تحصل تاني في البيت الجديد. الأسرة قررت إنهم لازم يتخلصوا من الوضع ده، وطلبوا المساعدة من الكنيسة اللي هم تابعين ليها، وحكوا لهم عن كل اللي حصل معاهم. الكنيسة وافقت وطلبت منهم إنهم يعملوا الجلسة في مستشفى دينية اسمها أليكسيان برادر في جنوب سانت لويس بولاية ميسوري، واللي اتغير اسمها بعد كده وبقت اسمها مستشفى ساوث سيتي برئاسة القس ويليام بودرن، ومعاه 2 كهنة كمان عشان يساعدوه. وبدأوا الجلسة، وأثناء ما هم بيقروا النصوص الدينية بدأت تظهر كلمات على جسم الطفل زي كلمة شر وجحيم، والسرير بدأ يتهز تاني، والعفش بقى بيترفع ويتحدف مقلوب على الأرض، والطفل بدأ يتكلم بصوت تخين ويضحك باستهزاء ويشتمهم، وقدر إنه يفك نفسه وضرب واحد من الكهنة في مناخيره لدرجة إنه كسره له. وعلى حسب اليوميات اللي كتبها الأب بودرن إن الموضوع أخذ 30 جلسة اتعملت على 2 كاملين، لحد ما مرة واحدة كل حاجة خلصت والصوت اختفى وما بقاش في حاجة بتتحرك، والطفل رجع لطبيعته ونجحوا إنهم يطردوا الروح الشريرة اللي كانت موجودة. ودي كانت حكايتنا النهاردة، ناس صدقتها وناس شككت فيها، بس الحقيقة هتفضل غامضة. وفي كاتب مشهور كتبها كقصة مستندة لأحداث واقعية ونشرها، واتعملت كمان فيلم من كام سنة مستوحى من أحداث الحكاية دي. لو عجبتكم الحكاية اعملوا لايك وشير لأصحابكم اللي قلوبهم ضعيف، وياريت تكتبونا في الكومنتس اسم الفيلم لو عرفتوه، واستنونا في حكاية جديدة من حكايات نص الليل. كان معاكم تيا، أشكركم على المتابعة ودمتم بخير.